السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج المشهد التي نسلط فيها الضوء على التحديات التي تواجه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا في ذكرى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. يسعدنا أن نستضيف لكم في هذه الحلقة الأستاذ جمال العبد الجليل، رئيس الجمعية الموريتانية لرعاية المعاقين. أهلا بكم أستاذ جمال. أهلا وسهلا. بداية لو تناولنا الجانب المتعلق بتقديرات أو إحصائيات إذا كانت موجودة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا، هل من تقديرات لديكم بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ أبارك لزملاء والأصدقاء وللشعب الموريتاني الذي يشتمل على عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ويتعاطف معهم عائلاتهم وأصدقائهم، وبالتالي تهنئة مستحقة للشعب الموريتاني على هذا اليوم العالمي والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة لإبراز الأهمية التي يعنى بها الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني من باب أولى، لأن إذا كانت المنظمات الدولية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة كمؤسسات دولية فمن باب أولى ينبغي أن يكون الاهتمام بهم من طرف شعوبهم ودولهم. بالنسبة للإحصائيات، لا توجد هناك إحصائيات رسمية برغم من أنه بذلت جهود في هذا المجال. مثلا فالإحصاء الأخير للسكان والمساكن كان هناك بند أو سؤال يتعلق بهل في العائلة شخص معاق، وبالرغم من أن هذا الإحصاء لم يكن شاملا، وأيضا العدادون لم يلتزموا أو كلهم أو جلهم لم يلتزموا بهذا السؤال، وبالتالي لا توجد إحصائيات رسمية مؤكدة معلن عنها من الجهات الرسمية مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. المنظمات الدولية تعطي تقديرات حول هذه النسبة، فبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ما بين 8 إلى 10% من الشعب الموريتاني، وإذا أضفنا إليهم المسنين أي الأشخاص الذين تعطلت بعض حواسهم أو جوارحهم بسبب الكبر في السن ترتفع النسبة إلى 16%. هذا حسب تقديرات ليست رسمية ولكن هذا هو. نعم، 16% في حالة أضيفة كبار السن، لكن حتى 8% أو 10 رقم كبير جدا. صحيح. هل إذا حاولنا مقارنته بدول أخرى هل يعتبر هذا الرقم مرتفعا بالمقارنة مع غير موريتانيا من الدول أم هو يماثل؟ نعم، بالنسبة لي موريتانيا لها مبررات لارتفاع هذه النسبة. أولا أنها لم تتخلص من شلل الأطفال إلا في 2000 أو السنوات القريبة من ذلك، وحتى لوحظت في بعض خلال السنوات الماضية لوحظت حالات الحمد لله لا تزال نادرة ومحدودة وتمت السيطرة عليها من طرف الجهات المعنية. أيضا حوادث السير تؤدي إلى كثير من الإعاقات، حرب الصحراء في السبعينات، حرب الأشقاء كما يسمونها، هذه أيضا أدت إلى الكثير من الإعاقات. مخلفاتها لا تزال حتى اليوم تؤدي إلى إعاقات، انتشار الألغام في منطقة الشمالية من البلد. أيضا عدم الرعاية الصحية أو الوعي الصحي على الأصح، لأن النساء أثناء الحمل إذا لم تكن المرأة الحامل تجد تغذية سليمة وتراجع الأطباء بشكل دوري وبشكل سليم وتستعمل الأدوية بشكل سليم، هذا كله من الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة. وزواج الأقارب أيضا من مسببات الإعاقة، والحالات النفسية والذهنية أيضا تسبب بعض الإعاقات. بالتالي تكالبت هذه المسببات فجعلت البلد يعاني من هذه النسبة المرتفعة. أيضا هذه النسبة المرتفعة بالنسبة لمحيطنا العربي والإفريقي متقاربة، نختلف معه في بعض الجزئيات لكن على العموم هي نسبة متقاربة.
هذه نسبة تنخفض بشكل كبير في الدول الغنية، الدول الاسكندنافية ودول الخليج والدول التي يجد أصحابها الرعاية الطبية، وحتى الأشخاص المعاقون في هذه الدول يجدون من الاعتناء بهم وتوفير وسائل الراحة ووسائل الشغل ووسائل التعليم ما يجعلهم لا يحسون بالإعاقة، بالتالي هناك دمج حقيقي لهم في مجتمعاتهم. نعم، ربما من أسباب زيادتها أيضا كما أشرت إليه الأمراض الحديثة التي تتسبب أحيانا في بتر بعض الأعضاء المصابة نعم وغيرها. نعم أمراض الضغط والشرايين، أمراض السكري، أمراض الولادات غير الصحيحة بعيدا عن المصحات وبعيدا عن المراكز الصحية إلى غيرها من الأسباب الأخرى. نعم، لو سألنا عن التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا بالمجمل، ما هي؟ نعم، الأشخاص ذوي الإعاقة هم أشخاص عاديون يعانون من التحديات التي يعاني منها أي مواطن، لكنهم يتميزون بشكل خاص أنهم يعانون من بعض المعوقات البنيوية ممثلة في التعليم، تغيب بنى التعليمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، اللهم إلا إذا استثنينا مؤسسة أو مؤسستين أو ثلاث بعضها تابع لجمعيات الأشخاص المعاقين، اللهم إلا إذا استثنينا بعض التمييز الإيجابي في السنوات الأخيرة المتعلق بالشغل من طرف الدولة، يستثنينا أيضا بعض الاهتمام والأنشطة التي تقوم بها مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على مجال الإعاقة، يستثنينا هذا فهم يعانون نفس المشاكل التي يعاني منها جمهور الشعب، ويضيفون إليها كما ذكرت إعاقات تتعلق بالنفاذ إلى النقل، نفاذ إلى التعليم، نفاذ إلى الصحة، نفاذ إلى التشغيل، نفاذ إلى غيره من الأمور. إشكالية أنه في مجتمعنا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من معوقات كبيرة ممثلة في أن عائلاتهم أيضا تعاني من الإعاقة، كما تعلم نحن في الشعب الموريتاني حين يولد طفل معاق مثلا ويصاب بإعاقة هذه تكون مشكلة كبيرة، لأن المحيط لم يتعود، الاستعداد النفسي ليس موجودا، بالتالي يبدأون يحاولون أنهم يتخلصوا من هذه الإعاقة مهما كلفهم ذلك، فإذا انتهوا من المصحات على المستوى الوطني يذهبون إلى الخارج، فإذا انتهوا من الجميع يذهبون إلى الحجابة والسحرة والمشعوذين حتى تصبح الأسرة كلها معاقة ماديا، وبالتالي يصبح الشخص المعاق لو أن كل هذه الموارد استخدمت في تطوير مهارات هذا الشخص المعاق، في أن المسألة مسألة عادية ليست كارثة وليست نهاية التاريخ وليست نهاية الدنيا، بالتالي العائلات تكون مرتاحة قليلا وتقوم ببعض الاستشارات من الأشخاص الذين لديهم تجارب، أطباء نفسيين، أخصائيين، رؤساء منظمات مجتمع مدني على مجال الإعاقة، فيختصرون عليهم الكثير من الجهد والمال، وبالتالي يصبح الشخص المعاق إنسانا عاديا في محيطه، والموارد التي أنفقت في العلاج وفي الحجاب وفي السحر وفي غيره هي تستثمر في تطوير مهاراته في توفير وسائل التعليم والتشغيل بالنسبة له. نعم، وبالنسبة لنظرة المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، هل المجتمع الموريتاني هل تعتقد أنها إلى أي حد هي صائبة أو هناك خطأ في هذه النظرة؟ بالنسبة لنظرة المجتمع الموريتاني ليس واحدا، في سنوات ماضية كان الشخص المعاق إنسانا غريبا في بيئته، كانت نظرات الاستهزاء والسخرية تطارده أينما حل، كانت الأسرة التي يوجد بها شخص معاق إذا جاءها ضيف أو زائر أو أشخاص مهمين تخفي هذا الشخص المعاق أو تطرده من البيت حتى يذهب الضيوف، الآن أصبحت نظرا للحملات التي قامت بها جمعيات أشخاص المعاقين نظرا للجهد الإعلامي والجهد العادي ونظرا لأنهم لاحظوا أن هناك أشخاص معاقين نجحوا في حياتهم، بالتالي أصبحت المسألة ليست عيبا مطلقا، هذا في المدن الكبيرة،
لكن في البوادي وفي الحواضر البعيدة عن مراكز الوعي ومراكز لا تزال المسألة بحالها، وهو يحتاج جهدا إعلاميا وتعبويا كبيرا من المجتمع ككل حتى يتجاوز هذه النظرة، لأن الإنسان المعاق إذا كانت هذه النظرات تطارده هو سينزوي داخليا وينحرف مساره، بالتالي إذا اختفت هذه المناظر اختفى هو سيزاحم، ويوجد من بينهم كثيرون الحمد لله نجحوا تاريخيا وفي الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر إذن بمعنى بهذا المعنى، هل تعتقد أن نظرة المجتمع هذه بهذه النظرة السلبية لأشخاص المعاقين أنها تؤدي هي أيضا إلى إعاقة أخرى إضافية بتأثيرها النفسي على هذا الشخص؟ نعم، هي إعاقة إضافية، ولكن نحن المجتمع اليوم يكون الاحترام للأشخاص العاديين على بناء على معايير مادية، معايير وظيفية، معايير أخرى، بالتالي إذا أتيحت فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يصلوا لهذه المعايير أن تتوفر فيهم بعضها، فسيجدون هذا الاحترام، وهذا هذه النظرة ستختفي، هذا كما قلت في بسطاء الناس وعامتهم من المثقفون والناس الواعون، وهؤلاء جدا متعاونون وجدا معجبون، وحين يجدك أحدهم وأنت ناجح فهو يمكن لك الاحترام الكثير ويحترمك. نعم، انطلاقا من التقديرات السابقة بنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا والتي تصل إلى حدود 10%، نسبة ولوج هذه الفئة للتعليم مثلا كيف تقدرها؟ شوف، هو لا توجد إحصائيات في الموضوع، وإن كانت بذلت جهود كبيرة في السنوات الأخيرة للقيام بهذه الإحصائيات، لأن حقيقة أي عمل جاد موجه لهذه الشريحة ينبغي أن ينطلق من معطيات صحيحة. إذا لم توجد هناك معطيات صحيحة عدديا وكميا، وتوجد معطيات صحيحة للحاجات التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة تعليميا وتشغيليا وثقافيا وإداريا وتربويا، يا لم توجد هناك هذه أماليا وغيرها، يا لم توجد إحصائيات، يا لم توجد معلومات مؤكدة، لا يمكن أن يكون هناك تخطيط سليم. نعم، وبالتالي في غياب هذه الإحصائيات هناك مؤشرات عادية تختفي وتظهر بين الفينة والأخرى، حاجيات كبيرة جدا، النفاذ شبه منعدم كما ذكرت باستثناء بعض التمييز الإيجابي الذي وقع في السنوات الأخيرة بسبب اهتمام الحكومة بالموضوع، وبسبب توقيع موريتانيا على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبسبب أنها ملزمة بتقديم تقرير للأمم المتحدة عن ماذا أنجزت، وهذا عمل مهم وجيد، وموريتانيا كانت من أوائل الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية، ولديها قانون لحماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدأ يأخذ طريقه إلى التطبيق إلى حد ما، بعض المراسيم، بعض المقررات، لجنة مشتركة متعددة القطاعات تهتم بالموضوع، لكن هذا وحده لا يكفي، يحتاج إلى تفعيل، يحتاج إلى مؤسسة، ويحتاج إلى أن تكون هناك إحصائيات دقيقة وخطة استراتيجية حقيقية. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا النقاش الذي نسلط الضوء فيه على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا على ضوء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحل في 3 ديسمبر كل عام. وعودة إلى ضيفنا الأستاذ جمال العبد الجليل رئيس الجمعية الموريتانية لرعاية المعاقين. قبل قليل سألتك عن مدى ولوج هذه الفئة إلى التعليم، خدمات التعليم بالذات. بعض الأشخاص ذوي المعاقين ربما يحتاج إلى مساعدات حتى يتمكن من متابعة التعليم. مدى توفر هذه الوسائل في موريتانيا؟ نعم، بالنسبة للتعليم هو أهم شيء بالنسبة للشخص المعاق، لأن من خلال التعليم يتجاوز عقدة الإعاقة، من خلال التعليم نصل إلى كوادر مؤهلة قادرة على الولوج للحياة النشطة وتقديم نماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة نجحوا في حياتهم، وهذا يدفع الأطفال المعاقين وعائلاتهم إلى التأسي بهم والاقتداء بهم ومحاولة الوصول لما وصلوا إليه. بالنسبة للتعليم موريتان يحتاج بناء إدارية وتربوية متخصصة في مجال الإعاقة، لا تزال هذه البناء غائبة للأسف. وكما ذكرت استثنينا الجزئية المتعلقة ب مدرسة الصم المكفوفين التي تحولت أخيرا إلى مركز للأطفال متعدي الإعاقة. المساعدات المتعلقة بالأطفال بالطلاب سواء كانت مساعدات حركية هذه موجودة ومتاحة. نحن على مستوى الجمعية الموريتانية لرعاية المعوقين قسمنا خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 700 كرسي متحرك، أكثر من 300 عكاز طبي، أكثر من 270 سماعة. قمنا مخيما للسماعات هنا استفاد من الكثير، ركزنا فيه على الأطفال والمتعلمين. الدولة من جانبها تقوم بجهود معتبرة في هذا المجال، خاصة مثل المساعدات الحركية الكراسي والعكازات. بالنسبة للمساعدات التعليمية معناها البرامج الناطقة بالنسبة للمكفوفين، البرامج اللمس، البرامج التي تدرس لغة الإشارة ولغة الإشارة العربية الموحدة، برامج التربوية على مستوى المدارس هذه غائبة، وحتى المدارس المندمجة غائبة. بعض الأفراد على مسؤوليتهم وبجهدهم الجهيد حاولوا أن يصعدوا في هذا الطريق وأن يقطعوا فيه رتبة أو رتبتين، وبجهد جهيد استطاعوا الوصول إلى مثلا بعض الطلاب عندهم بكالوريا، بعضهم عنده الثانوية الإعدادية بريفة، وبعضهم وصلوا للجامعة ولكن بشق الأنفس. الكرة في هذا المجال طرفة عجيبة، أن يوجد فصل في الجامعة كان بين أفراده شخص معاق حركيا، ولإجراء الامتحان لا بد أن يتم حمله إلى القاعة في المدرج من الطبق الأول أو الثاني. بالتالي هذا حقيقة ينم عن عدم وعي في مسؤولي المؤسسات التعليمية، يحتاج جهدا من التعبئة والتحسيس حتى يفهموا أن المسألة جد، وأن هؤلاء الأشخاص لديهم من الحقوق ما يلزمهم باحترامهم، ولديهم من القدرات ما يجعلهم يصلون إلى أماكن رفيعة. الدولة والمجتمع والمؤسسات محتاجون ومطالبون لأن يقدموا لهم هذه الخدمات بشكل جيد وفي ثوب من الاحترام والشفافية. إذن تشير إلى أن المتوفر من هذه المساعدات هو المساعدات الحركية، وهناك بالمقابل نقص في المساعدات التعليمية الأخرى المتعلقة أكيد التي هي لصالح المكفوفين أو أكيد فاقدي السمع. أكيد أكيد، هذا كما ذكرت لك في بداية البرنامج استثنينا بعض المبادرات تابعة لمنظمات المجتمع المدني عن مجال الإعاقة. نعم، هي من توفر أو توفر بعض هذه المساعدات؟ نعم نعم نعم، يوجد مثلا منتدى للصم يقيم مدرسة الصم، يوجد مدرسة لجمعية أشخاص معاقين هنيا، يوجد لدينا على مستوى الجمعية الموريتانية لرعاية المعوقين لدينا مركز للتكوين المهني إلى غير ذلك. نعم، كما أشرت إليه قبل قليل هناك بعض الأشخاص ذوي الإعاقة استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة وتحدي
المصاعب الماثلة أمامهم. بالطبع لا شك في موريتانيا يوجد نماذج على هؤلاء. نعم يوجد نماذج أكيد، وشفت أشخاص معاقين من قديم التاريخ، من مثلا من عاد حتى نبدأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف عبد الله بن أم مكتوم 18 مرة على المدينة. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم معناه شنو؟ كان نائب رئيس الجمهورية بمفاهيمنا الحالية، 18 مرة. القراء القرآن القراء قالون الذي نقرأ بروايته عن نافع كان أصم، قالون الأصم أثبته من قرأ بالمدينة وهدانا بالتقوى فزان دينه كما يقول ابن بري. غيرهم كثير، الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، نموذج من المقاومين، نموذج من الأدباء، طه حسين نموذج من ماذا يمكن أن نعد. في موريتانيا أيضا كثير من هؤلاء، وصل لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أذكر البعض وأترك البعض، فكلهم يحتاج إلى كلهم مستحق للاحترام وكلهم مشكور على جهده ونجحوا نجاحات مهمة جدا. نعم. في إيطاليا نائب رئيس الوزراء في 2000 وفي العشرية الجزء الثاني من 2000 نائب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الاقتصادية كان مقعدا. جميل. لو تجاوزنا إلى مطالب هذه الفئة، هل يمكن تلخيصها في نقاط محددة؟ نعم يمكن تلخيصها بالرغم من أنها طويلة، بعناوين بارزة بالرغم من أنها طويلة يمكن تلخيصها. نعم بعناوين بارزة أبرز هذه المطالب. تنظيم، هذه الشريحة تحتاج إلى أن تنظم في أطر مجتمع مدني، في أطر منظمات، في أطر جمعيات واتحاديات، وتنظم بشكل علمي ومدروس ويخضع لمعايير حقيقية. نحن للأسف في البلد، وهذا قد تستغربه، نوجد عندنا أكثر من 30 منظمة عاملة في مجال الإعاقة. نحن بمعدل منظمة لكل 100,000، كل 100,000 شخص عنده منظمة. يقل مثلا 300,000 معاق على فرضيتنا 10% صحيحة، 300,000 يعني عندنا 30، معناها كل 10,000 عندهم منظمة. بالتالي هذا ليس صحيحا، لأن هذه المنظمات الجاد منها، الجاد الموجود الذي يقوم بأنشطة يعد على أصابع اليدين إذا بالغنا، وإذا لم نبالغ نقول يعد على 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 أصابع اليد الواحدة. توجد اتحادية تنظم هذه المنظمات، ولكنها اتحادية للأسف لا تمثل إلا 3 أفراد أو 4 أفراد منها، لأنها لم تعقد جمعية العمومية منذ 8 سنوات، فاقدة للشرعية، لا تقوم بأي جهد تعبوي ولا تحسيسي للمنظمات العاملة معها. نحن في مجال مناصرة الأشخاص المعاقين ومناصرة الجمعيات وقعنا عريضة من 23 منظمة عاملة مجال الإعاقة تطالب بعقد جمعية عمومية، ولكن لا يستمع لهذا. لقد سمعت لنادي تحيه ولكن لا حياة لمن تنادي. وللأسف هذا في خلل بنيوي، يفقدون الضغط على الدولة ويفقدون القدرة على التعبئة متماسكين، ويفقدون ثقة المجتمع والممولين، وهذه مسائل خطرة جدا. بعد التنظيم التعليم، هذا يدخل فيها الإحصاء أيضا؟ طبعا هذا بالنسبة للتنظيم منكم منظمات. نعم. التعليم، وهذا كما ذكرت التعليم، هم التعليم، لأن التعليم مسألة مهمة جدا. الجهل وكر من أوكار التخلف، من أوكار لا أريد أن أتكلم عن سلبياته فيها كثيرة، ولكن التعليم مهم جدا، به يتجاوز الأشخاص ذوي الإعاقة عقدة الإعاقة، به يبدعون، به ينجحون في حياتهم، به يتعلم المجتمع أن الشخص المعاق إنسان عادي. التعليم، العلاجات، الأشخاص ذوي الإعاقة يمرضون كغيرهم من المجتمع، لكن لديهم أمراضهم الخاصة بهم، لديهم أنهم يحتاجون لرعاية صحية أكثر من غيرهم، لديهم حاجات في مجال التكفل بهم، لأن يعني كما ذكرتك في الغالب يكون الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الناس، وركزون على الأطفال والنساء من أسر فقيرة جدا. بالتالي نطالب من هذا المنبر الكريم أن كنم صندوق الوطني للتأمين الصحي أنه يتكفل بهذه الشريحة، فهم أولى من الأشخاص الذين بلغوا سن 75 سنة، الذين تكرم رئيس الجمهورية بأن الدولة ستتولى رعايتهم،
ابتداء من هذه السنة المقبلة الأشخاص ذوي الإعاقة أولى من هؤلاء، فهؤلاء أشخاص أصبحوا مقبلين على الآخرة مدبرين على الدنيا، والأشخاص ذوي الإعاقة بينهم كثير من الناس مقبل على الدنيا، وهذا لا يبعده من الآخرة طبعا، ولكن مستوى الإقبال عنده ومستوى التحفز إذا وجد رعاية صحية واهتماما هذا يمكن أن يتجاوز من خلال الكثير من المعوقات الصحية التي تجبره على البقاء في بيته، تجبره على عزال الحياة، تجبره على أن يكون شخصا غير منتجم وغير فعال. تنظيم، تعليم، صحة، الولوج لاقتصاد الوطن. نحن اليوم في هذا البلد لا أذكر أن، وهذه نسبة كبيرة، أن يوجد أمين عام معاق لوزارة، حتى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا مدير قطاع معاق، ولا سفير معاق، ولا والي، ولا حاكم، ولا رئيس أي مؤسسة عمومية، أحرى وزير وأحرى غيره من المؤسسات. وبالتالي هذه دعوة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التمثيل في هذه المؤسسات. نحن مواطنون موريتانيون، من بيننا أشخاص عندهم مهارات كبيرة، عندهم قدرات فائقة على التسيير وعلى التدبير وعلى التفكير، وبالتالي لديهم شهادات كبيرة جدا، من يحمل الدكتورات. من الشعب الموريتاني أعطانا ثقتهم، من بيننا هو في البرلمان، من بيننا عمد، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن السلطات تعطينا عناية في جانب التشغيل، دون أن أنسى أن أنبه إلى المبادرة التي ذكرت، وهي تخصيص 5% توظيف 100 شخص معاق، بالرغم من القانون 43/2006 اللي هو القانون حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يلزم الدولة بتخصيص 5 مقاعد للأشخاص، 5% للأشخاص ذوي الإعاقة من أي مسابقة وطنية. نعم. بالتالي تمت مسابقة في 2014، نهاية 2014، لتوظيف 100 من المعاقين. 100 من الأشخاص المعاقين، نعم. وكان من بينهم كتاب إدارات، وكان من بينهم مفتشون الشغل ومراقبين الشغل وإداريون ومدنيون، وهؤلاء إن شاء الله عندما يتخرجون نرجو أن يكون الاعتناء بهم كبيرا، وغيرهم من كبار الموظفين في الدولة الآن والذين يعانون من التهميش. إذن هذه مطالب التشغيل، تنظيم، الصحة، التعليم، الصحة، التشغيل، احترام، وهذا على الأشخاص المعاقين أن يفرضوه على المجتمع حين يقدم لهم قدوات علمية، قدوات ثقافية، قدوات مالية، قدوات إدارية سيحترمه المجتمع. هذه على الدولة أن تعطيه فرصة في الإعلام، أن تجعل في برامج التعليم شيء يتكلم عن احترام الشخص مهما كانت طبيعته، مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كانت طبيعة جسده. نعم. بالنسبة لي الحكومة تقول أنها تقوم بجهود عديدة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها مساعدات نقدية مادية، ومن بينها توزيع مساعدات حركية وغيرها. تقييمكم للسياسة الحكومية أو المساعدات التي تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة، تعليقكم عليها؟ نعم. شوف، هذه إذا نظرنا إليها من زاوية أن هذا واجب على الحكومة أدته، هذه نظرة عادية، معناها كان كغيره من الأمور العادية، هي تقوم تمول النساء، منظمات التعاونيات النسوية، تمول المزارعين، تمول الخبازين، تتعاون مع غيره كأي إنسان عادي، تفتتح المدارس، هذا عمل تقوم به الدولة في إطار خدمتها للمجتمع، وهذا مبرر وجود الدولة. نعم. وفي زاوية أخرى، وفي زاوية أخرى هذا عمل جيد، لأن نحن في خلال التاريخ البلد من الاستقلال إلى اليوم كان الاهتمام ناقصا. لماذا؟ لأن لا توجد منظمات، الوقت بدأ يبدأ هنا. نعم. لا توجد منظمات تنبه الناس، لا يوجد تحسيس للمجتمع بالوضعية التي ذكرت لك من إخفاء الناس المعاقين وتهميشهم وإبعادهم واعتبارهم شيئاً آخر. بعد وجود المنظمات غير الحكومية، وبعد التوقيع موريتانيا الاتفاقية الدولية، وبعد وجود الإعلام اليوم وانفتاح المجتمع، وهذا أصبح الاهتمام في العالم ككل، وبالتالي هذا الاهتمام يشكر وهو جيد ومهم أن يطور، ولكن مهم أن ينظم. نعم. جميل. تنظيم الأمور يؤدي إلى نتائج أكثر من لو كانت بشكل فوضوي كما هو واقع الحال. إذن بدون الوقت داهمنا،
إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد التي سلطنا فيها الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا على ضوء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يخلد بموجب قرار الأمم المتحدة. نشدد الشكر في نهاية هذه الحلقة للأستاذ جمال العبد الجليل رئيس الجمعية الموريتانية لرعاية المعاقين، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة هذه تحيات فريق البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.